في حروب اليوم لم تعد الخنادق ولا الجبال مانعاً حصيناً كما في السابق، ولا سيما بعد أن حولها سلاح جديد إلى هدف يسهل قنصه من على بعد مئات آلاف الأميال. هذا السلاح هو الدرونز، الطائر الفتاك. تقول كاثلين هيكس نائبة وزير دفاع أمريكا إن المسيرات باتت سلاحاً مثالياً لأنها قابلة للتضحية، إذ يمكن تكليفها بمهمة صعبة دون القلق من وقوع خسائر بشرية كبيرة. قصة هذه المسيرات لم تبدأ اليوم ولا حتى في الأمس القريب، لكنها ترجع إلى الحرب العالمية الأولى التي دخلتها أمريكا لنصرة بريطانيا وفرنسا ضد ألمانيا والدولة العثمانية. حينها اقترح المهندس العبقري نيكولا تسلا العمل على تصميم طائرات بدون طيار، لكن اقتراحه لم يجذب أحداً. في هذا الوقت لم تكن الولايات المتحدة مقتنعة بأن الطائرات يمكن أن تلعب دوراً كبيراً في القتال، حتى أنه في عام 1912 خصص الكونغرس 125 ألف دولار فقط لأبحاث تطوير الطائرات، بينما خصص مجلس النواب الفرنسي أكثر من مليون دولار للغرض نفسه. أثبتت وقائع الحرب عكس هذه النظرية، وأيقن القادة الأمريكيون أنهم بحاجة إلى تعزيز سلاحهم الجوي المتداعي، فاشتروا 5000 طائرة من فرنسا مثلت غالبية الطائرات التي شاركت بها أمريكا في الحرب. في عام 1917 حاول المخترع الأمريكي ألمر سبيري والمهندس الميكانيكي بيتر هيويت تنفيذ فكرة تسلا، فتعاونا مع البحرية الأمريكية على تطوير طائرة بدون طيار يمكنها حمل المتفجرات إلى أهداف بعيدة، حملت اسمه هيويت سبيري، لكنهما أخفقا في تحقيق النتائج المطلوبة. العام نفسه شهد نجاح الحليفة بريطانيا الأكثر خبرة في مجال الطيران في ابتكار عدة طائرات بدون طيار استخدمت لتدريب المدفعية المضادة للطيران. أما أمريكا فلم تستسلم للفشل، فكلف الجيش الأمريكي المهندس تشارلز كاترينج الذي اشتهر باختراعاته الرائدة في عالم السيارات بالعمل على إنتاج أول مسيرة مقاتلة أمريكية. في عام 1918 حققت تجاربها الأولية نجاحاً مبشراً، دفع الجيش الأمريكي لتصنيع 100 قطعة منها، لكن انتهاء الحرب أدى إلى الكف عن التوسع في إنتاج الأسلحة فتوقف إنتاج طائرات كاترينج. خلال فترة ما بين الحربين العالميتين ظلت وتيرة أبحاث المسيرات مستمرة لكن بشكل بطيء، ومع اشتعال الحرب العالمية الثانية عاد الاهتمام لتصنيع المسيرات، فحاولت أمريكا ابتكار عدد منها يمكن استخدامه ضد الأسطول الياباني، إلا أن أغلبها أخفق في تحقيق أهدافه، فأمر الأميرال إرنست جي كينج رئيس العمليات البحرية بإلغاء برامج تصنيعها. في عام 1944 نفذت أمريكا العملية أفروديت التي حاولت فيها تحويل عدد من قاذفاتها الضخمة إلى مسيرات انتحارية ممتلئة بالمتفجرات يمكن قيادتها عن بعد، إلا أن البرنامج حقق إخفاقاً ذريعاً، وكان أبرز ضحاياه الطيار جوزيف كينيدي الأخ الأكبر لجون كينيدي رئيس الولايات المتحدة لاحقاً. الفشل الأمريكي لم تعرفه ألمانيا التي أنتجت أشهر نماذج المسيرات المتفجرة التي عرفت باسمي V1 و V2 التي أطلقت الآلاف منها على إنجلترا. وعلى الرغم من أنها عانت مشاكل كبيرة في التوجيه، إلا أنها مثلت ثورة ضخمة في هذا المجال، حتى إن الأمريكيين استعانوا بنماذج منها لإضفاء تحسينات على أنظمتهم في التوجيه عن بعد. رغم انتهاء الحرب العالمية الثانية دون تحقيق تقدم كبير في كيفية استخدام الطائرات عن بعد، إلا أن الاهتمام بها ظل موجوداً داخل الجيش الأمريكي. طيلة سنوات ما بعد الحرب تسابقت أسلحة الجيش الأمريكي في محاولات إنتاج المزيد من المسيرات القتالية،
أبرزها الطائرة RP-71 المزودة بكاميرا ومصابيح للإضاءة الليلية والقادرة على الطيران بسرعة 185 ميلاً في الساعة في أشد أنواع الطقس صعوبة. مع دخول أمريكا حرب فيتنام أتيحت أمامها فرصة ذهبية لتجربة عدد من أنواع المسيرات التي ابتكرها الجيش الأمريكي، والطراز الأكثر نجاحاً كان AQM-34 Ryan Fire B، وهو طراز مزود بمحرك نفاث وكاميرا تصوير بالإضافة إلى تصميم يصعب على الرادارات كشفه. وبانتهاء الحرب كانت المسيرة رايان قد نفذت أكثر من 3000 مهمة استطلاعية. بعدها تواصلت الجهود لتطوير مسيرات أصغر حجماً، فظهرت النسخ الأولى من الطائرة Lockheed MQM-105 Aquila المزودة بأجهزة توجيه ليزرية وصواريخ فايبر. حققت الطائرة نجاحاً طيباً في التجارب على نحو دفع الجيش الأمريكي إلى تخصيص ملايين الدولارات لتمويل أبحاث تطويرها، وكانت مصر في مقدمة الدول العربية التي اهتمت باقتناء المسيرات، فاشترت عدداً من طائرات تلدن رايان. أما إسرائيل فقد أظهرت اهتماماً أقدم بالمسيرات بدأ من عام 1971 حين اشترت عدداً من طائرات رايان فاير بي استخدمتها في التجسس على القاهرة ومنطقة قناة السويس. يقول العميد مصطفى أنطاكي في كتابه حروب إسرائيل السرية إن هذه الطائرات أثبتت جدارتها طيلة حرب الاستنزاف في مراقبة المواقع المصرية حتى أصبحت دعامة رئيسية في أساليب الأمان الإسرائيلي. خلال حرب أكتوبر استخدمت إسرائيل عدداً من المسيرات للتجسس على مصر وسوريا، نجحت مصر في إسقاط 4 منها. وفي عام 1978 اختبرت إسرائيل أول إنتاجها من المسيرات، وهي طائرة حملت اسم ماستيف MK-1 وأخرى اسمها سكاوت. أجريت تحسينات عليها وتغير اسمها إلى بايونير. قبل غزو لبنان عام 1982 أطلقت تل أبيب عشرات الدرونز بطرازات متعددة في مختلف أنحاء لبنان حتى يتسنى لها تحديد مواقع بطاريات الدفاع الجوي وتدميرها. في عام 1985 اشترت البحرية الأمريكية من إسرائيل طائرتها بايونير وأجرت عليها تعديلات، واستخدمتها البحرية الأمريكية طويلاً في عملياتها العسكرية. في نهاية الثمانينيات وللقضاء على تعدد برامج تطوير الطائرات بدون طيار في أسلحة الجيش الأمريكي، قرر الكونغرس توحيدها في برنامج واحد أشرف على إنتاج المسيرات بشكل مركزي، وتحت رعايته أنتجت طائرات من طراز هانتر. خلال تنفيذ عملية عاصفة الصحراء ضد العراق أسرف الجيش الأمريكي في استخدام مسيراته كافة، فقضت طائرات هانتر عشرات الساعات في سماء العراق لاستطلاع أبرز الأهداف التي تعين على الطائرات والسفن قصفها، كما زودت البايونير بالصواريخ واستخدمت في إطلاق النار لأول مرة بعدما قصفت أهدافاً عراقية بما يزيد عن 18,000 رطل من المتفجرات. ولم تنتهي الحرب إلا بعد أن أثبتت المسيرات كفاءتها سلاحاً مقاتلاً. تواصل العمل على اختراع طرازات أقوى من الدرونز، وفي عام 1994 ظهرت طائرات بريدتر القادرة على الطيران لمدة تزيد عن 20 ساعة على ارتفاع يتراوح بين 3000 و5000 قدم، وتستطيع نقل ما تلتقطه من صور مباشرة عبر الأقمار الصناعية إلى غرفة التحكم المركزية. في العام التالي مباشرة زادت جهود حلف شمال الأطلسي الحربية للسيطرة على الأوضاع المتفاقمة في البوسنة والهرسك بسبب حربها مع الصرب. دعمت الولايات المتحدة هذه الجهود بعشرات المسيرات من طرازي بريدتر وبايونير، لعبتا دوراً مهماً في مراقبة خطوط إطلاق النار.
ومع وقوع أحداث 11 من سبتمبر زادت أمريكا من إنتاجها من المسيرات بوتيرة كبيرة، فقبله كانت تملك بضع مئات من الطائرات، زادت إلى 7000 طائرة خلال العقد الأول من الألفية على وقع احتلال أفغانستان والعراق التي لعبت طائرات بريدتر وهانتر دوراً حاسماً في معاركها، تماماً مثل ما جرى في عملية أناكوندا التي استخدم فيها الجيش الأمريكي مسيراته بكثافة حتى نجح في إنهاء سيطرة الحركة على وادي شاهيكوت. وكذلك في العراق اعتمد العسكريون الأمريكيون على بريدتر خلال تنفيذ عملياتهم العسكرية في الفلوجة ومدينة الصدر. في عام 2007 ظهرت المسيرات القادرة على حمل كم أكبر من الأسلحة مثل الطائرة MQ-9 التي استخدمت في أفغانستان والتي استخدمت منذ أيام قليلة في قصف اليمن، حيث تمكن الحوثيون من إسقاط بعض منها. بجانبها جرى العمل على تطوير مسيرات أصغر حجماً، منها الطائرة ريفن التي يمكن تخزينها في حقيبة سفر، وطائرات عين التنين دراغون آي والنسر المراقب سكان إيجل الأصغر حجماً والأكثر قدرة على البقاء في الجو لفترات أطول. التطور الكبير في إمكانيات الدرونز شجع القادة الأمريكيين على استخدامها أداة للاغتيال عن بعد. الأمر بدأ على استحياء في عهد الرئيس بوش الابن الذي شهد أولى الاغتيالات في بلد لا تخوض فيه أمريكا حرباً، بعدما نجحت مسيرة في اغتيال قائد الحارثي القيادي اليمني في صفوف القاعدة والمتورط في عملية تفجير السفينة الأمريكية USS كول خلال وجودها في ميناء عدن. شهد بوش تزايداً بطيئاً في هذه العمليات حتى بلغت 37 هجوماً في عام 2008، رقم لا يقارن بالتوسع الهائل في عهد إدارة أوباما الذي شهدت فترة رئاسته الأولى تنفيذ 294 ضربة في باكستان واليمن والصومال وحدها، بالإضافة إلى عدد آخر غير محدد في أفغانستان والعراق. هذا الأمر أثار عشرات الأسئلة الأخلاقية والقانونية حول العالم، بالإضافة إلى اعتراضات دبلوماسية من باكستان التي تنتهك المسيرات الأمريكية أجواءها دون استئذان خلال تنفيذ عملياتها. وفي عام 2012 أعلنت الأمم المتحدة انتقادها لعمليات القتال خارج نطاق القضاء للمشتبه بهم. لم تثني هذه الاعتراضات الولايات المتحدة عن الكف عن عمليات القتل بالمسيرات، بل زادت من عملياتها واستخدمت كوسيلة للقضاء على عدد كبير من قادة جماعة أنصار الشريعة اليمنية، حتى شهد عام 2017 تنفيذ 176 غارة باليمن وحده. أما العراق فبين عامي 2017 و2019 نفذت فيه ما يقرب من 476 غارة، وبحسب تقديرات صحيفة استقصائية فإن أمريكا نفذت ما يزيد عن 14,000 غارة ما بين عامي 2010 و2020، أسفرت عن مقتل ما بين 8,000 إلى 16,000 فرد، أشهرها الغارة التي أودت بحياة قاسم سليماني قائد فيلق القدس. بعد شيوع استخدامها كسلاح فتاك بعيد المدى، لم تعد أمريكا هي اللاعب الوحيد في هذه الساحة، بعدما لحقت بها إيران وتركيا وإندونيسيا والهند والصين وغيرها من الدول. لعبت المسيرات التركية في الحرب بين أرمينيا وأذربيجان، مثلما ظهرت المسيرات الإيرانية بشكل فعال في الحرب الأوكرانية. وفي ضوء قوة أنظمة الدفاع الجوي في البلدين، تضاءل دور الطائرات التقليدية لصالح آلاف المسيرات التي يملكها الطرفان المتحاربان. وبحسب الإحصائيات فلقد زاد حجم مالكي الدرونز إلى 100 دولة، وبلغ حجم مبيعاتها في 2019 ما يزيد عن 10 مليارات دولار، مع توقعات بأن تتجاوز حاجز 30 ملياراً في عام 2029. امتلاك الدرونز لم يتوقف عند الدول فقط،
وإنما امتد إلى عدد من الجماعات المسلحة الأخرى. فحزب الله استخدم الطائرات الموجهة في عملياته العسكرية منذ 2004 في إسرائيل وضد معارضي النظام السوري، كما تمكن تنظيم داعش من امتلاك عدد منها استخدمها في شن هجمات ضد القوات التركية في سوريا وضد مقاتلي البشمركة في العراق، واستخدمها في عمليات استطلاع وتصوير عمليات مقاتليه الانتحارية. وخلال معركة الاستيلاء على العاصمة الليبية طرابلس، استعانت جميع الأطراف المتحاربة بالمسيرات، حتى وصفت الأمم المتحدة هذه المعركة وقتها بأنها أكبر حرب بالطائرات بدون طيار عرفها عام 2019. وفي حرب روسيا وأوكرانيا استخدم كل بلد آلاف الطائرات لمهاجمة الأخرى، لدرجة دفعتهما لبناء عشرات المصانع لتوسيع إنتاج الدرونز إلى أقصى حد ممكن. وفي غزة التي تواجه عدواً يصنف ضمن أكبر مصدري الدرونز في العالم، انقلب السحر على الساحر بعدما استعانت بها حماس في هجوم 7 أكتوبر. في أيام الحرب التالية استخدمت إسرائيل كل ما بجعبتها من طائرات لأغراض المراقبة واستطلاع الأهداف للجنود، وأيضاً الهجوم لو لزم الأمر لتقليل مخاطر التدخل البري، مثل ما استخدمتها في تنفيذ الاغتيالات ضد قادة المقاومة طيلة السنوات الفائتة، وهو ما فعلته أيضاً خلال اشتباكاتها مع حزب الله على الحدود اللبنانية، والتي رد عليها الحزب بالمثل عبر إطلاق مئات المسيرات عاجزة القبة الحديدية عن التعامل مع عدد منها. بعض هذه الطائرات كانت أكثر تطوراً من غيرها، فاستعصت عن الكشف واخترقت سماء إسرائيل حتى بلغت هدفها بدقة، مثل ما حدث مع قاعدة بنيامينة حيث قتل وأصيب عشرات الضباط والجنود. فشل الدولة صاحبة أقوى منظومة دفاع جوي بالعالم في التعامل مع المسيرات أكد مدى خطورة فكرة تسلا المجنونة، التي باتت سلاحاً يبشر بعصر جديد ومختلف من الحروب، حرب قد يهزم فيها جيش ضخم يمتلك مدرعات ودبابات ومقاتلات على يدي مسيرات صغيرة لا تزن أكثر من عدة كيلوغرامات يمكن توجيهها عن بعد. ومع شيوع استخدام المسيرات بيد الدول والجماعات المسلحة، زادت خطورة استخداماتها وزادت الأسئلة الأخلاقية حول تداعيات الإسراف في استخدامها على مستقبلنا. فمن يحدد ضوابط الاستعانة بها؟ ومن يحاسب المخطئ؟ وهل يأتي يوم تخوض فيه المسيرات وحدها المعارك بينما الجنود آمنون في مخابئهم؟ وحدها الأيام المقبلة، من ستجيبنا على كل ذلك وأكثر؟